السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. رمضان كريم وعيد سعيد ومبارك عليكم ان شاء الله. بدأنا امبارح حلويات العيد، والنهارده مكملين. امبارح عملنا الكحك بحذافيره من الالف للياء، بحشواته، بكل حاجه، بكل تفاصيله، علشان يطلع معاكي مظبوط جدا جدا. النهارده مكملين بقى، وهنعمل مع بعض حاجتين ما نستغناش عنهم ابدا ابدا في فطار العيد الصبح: القراقيش وبسكوت العيد. يعني حاجتين فعلا من احلى حلويات العيد هنعملهم النهارده مع بعض، نقول كل التفاصيل بتاعتهم علشان يظبطوا معاكم ان شاء الله يطلعوا 10 على 10. زي ما قلت لكم بقى، النهارده بسكويت وقراقيش. هنبدا ان شاء الله بالقراقيش. وقبل ما نبدا كده، تعالوا نفتكر مع بعض ارقام تليفوناتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها من اي تليفون ارضي على 0900 900، والموبايل هيكون على 2600، وفي انتظار مكالماتكم. وتعالوا بينا بقى نشوف القراقيش او المنين بيتعاملوا ازاي، المقادير وطريقه التحضير. تعالوا بينا يلا. النهارده هنحتاج كيلو من الدقيق، تمام؟ دي يكون متعدد الاستخدام او مخصص للكحك والبسكوت. هنحتاج كوبايه سمنه وكوبايه زيت، هنعمل ميكس كده بين السمنه والزيت، كوبايه ميه دافيه ونص كوبايه حليب لبنيته دافي. هنستخدم كمان معلقتين كبار من السمسم المحمص، معلقه صغيره من الشمر المطحون، ومعلقه صغيره ينسون مطحون لو انتوا حابين نكهه اليانسون والشمر. هنحتاج كمان معلقتين كبار من السكر الباودر، ومعلقه كبيره خميره فوريه. كمان هنحتاج باكت فانيليا، ونص معلقه صغيره من الملح. بس كده. احنا ممكن كمان نحط بيكنج باودر يا جماعه، تمام؟ اعتقد ان انتوا زودوه كده في المقادير. هنحتاج كمان معلقه من البيكنج باودر، لانه بيفرق معانا جدا، وبيخلي القراقيش لما تدخل الفرن كمان تبقى هشه ومفتحه معانا اكتر. يا رغده، زودي لي كده معلقه من البيكنج باودر ودخلوها لي على طول. اما الحشوه بتاعتنا النهارده هتكون حشوه العجوه. والعجوه زي ما قلنا امبارح واحنا بنتكلم على حشوات الكحك، قلنا ان هي تتعجن كده بمعلقه زبده على البارد علشان تطرى معانا، ويبقى كمان طعمها حلو جدا ولذيذ جوه الحشوه. بس كده، دي المقادير، ويلا بينا بقى على طول نشوف طريقه التحضير. النهارده وصفتنا برعايه لبنيته. هذه الوصفة برعاية. بينا يلا بقى علشان نشوف هنعمل ايه. بداية كده هاخد السمنة والزيت علشان احطهم على النار يبقوا دافيين، ما يبقوش مقدوحين لكن يبقوا سخنين، تمام؟ واهدي الزيت. لو حد سألني يا شيف ينفع نعمل القراقيش سمنة بس؟ طب زيت بس؟ الاتنين يمشوا. بس انا النهاردة عاملة ما بينهم ميكس كده، واخدهم احطهم بقى على النار علشان يبداوا ان هم يسخنوا على بال ما اظبط المكونات البودر واقلبها مع بعض. وادي البيكنج باودر جه، وزودوا في المقادير معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. تعالوا ناخد بقى الدقيق. بسم الله. الدقيق لازم يكون منخول، نضمن نظافته، وكمان يطلع معانا القراقيش هشه. كل المكونات البودر اللي عندنا، الشمر واليانسون، هنحطهم كده. عندنا كمان البيكنج باودر هضيفه، وعندي بقى الفانيليا، السمسم المحمص، ومحمص علشان احنا سمنتنا مش مقدوحة، فمحتاجين السمسم اصلا يتحط محمص. عندي كمان السكر البودر،
وادي الخميره. والخميره هنا ممكن ان انا احطها مع الميه الدافيه ولبن لبنيتا الدافي واقلبهم واسيبهم يخمروا، او اني اضيفها على طول على الدقيق خاصه لو انا يعني واثقه منها تمام التمام. كده خلاص حطينا كل المكونات الجافه، فاضل حاجه واحده بس وهي الملح. ودايما الملح لما تيجي تستخدميه في اي حلويات ضروري جدا، بما ان ما عندناش سوائل كتير تدوبه، فلازم الملح يكون حبيباته ناعمه تماما وما تحطيش كميه كبيره، يا دوبك كده على طرف المعلقه. طيب ابص على اللي في الفرن كده، ما شاء الله هايل حلو قوي اللون ده. ده كده المنين اللي احنا بنسويه طالع معانا تحفه ولونه روعه. درجة الحرارة هنقولها واحنا شغالين، ويلا بينا نكمل بقى نقلب كده مع بعض الخليط اللي احنا عملناه، الخليط الجاف اللي احنا عملناه من دقيق وسمسم وخميرة وبيكنج باودر فانيليا وذرة ملح وكمان بيكنج باودر. هنقلبهم مع بعض كويس. كمين. يلا. خلاص قلبنا المكونات الجافة مع بعض، حطيت هنا كوباية مية سخنة تمام، وهحط بقى من لبن لبنيتا تمام، ده لبن كامل الدسم تمام من مزارعهم طبيعي 100% مضمون 100% كمان، خالي من المواد الحافظة وغني بالبروتينات والكالسيوم، والعبوة دي بصراحة مميزة جدا وسهلة الاستخدام في الأكلات والحلويات تحفة. يلا بينا ناخد منها بقى نص كوباية. أنا عايلت كوباية مية دافية، فهاخد من اللبن نص كوباية لبن لبنيتا. بسم الله. زي الفل. يبقى كده المقدار كله كوباية ونص، كوباية مية ونص لبن. تعالوا بينا بقى ايه السمنه والزيت اللي احنا حاطينهم خلاص سخنوا والدنيا تمام جدا جدا، انا محتاجاهم سخنين مش مقدوحين. هاخدهم كده وانزلهم عندي على الدقيق والمكونات الجافه. يلا بسم الله. زي الفل. هنا خطوه مهمه جدا، انا محتاجه ان انا ابس المكونات دي مع بعض او اعجنها مع بعض كويس قبل ما احط خالص خالص المواد السائله. يبقى كده الدقيق مع السمنه والزيت محتاجين ان احنا نبسهم كويس جدا. يلا بينا. عايزه اوريكم هنا القوام شكله عامل ازاي بعد ما خلاص بسينا الدقيق مع السمنه والزيت. بصوا معايا كده، ادي الخليط تمام بالشكل ده، عامل زي ايه؟ عامل زي الرمله المبلوله بس مبلوله بزياده، يعني بصوا في نعومه كده بس مش طبعا زي الكحك، الكحك بيبقى انعم من كده لان المواد الدهنيه فيه اكتر من كده. خلاص بعد ما خلاص شربنا الدقيق للسمنه والزيت هبتدي بقى ايه اعجن باضافه اللبن والميه اللي احنا حطيناهم، واحنا استخدمنا لبن لبنيتا كامل الدسم علشان يدينا طعم حلو. فتعالوا بينا ننزلهم يلا واحنا بنلف العجينه. بسم الله.
هايل. عجلنا القراقيش بكل سهوله وما اخدتش مننا وقت خالص. تعالوا نبص عليها بقى كده مع بعض. يلا بسم الله. وادي العجينه بتاعتنا، وممكن ننزل بقى العجان خالص كده عشان ايه يوسع لنا طريق. ادي العجينه بتاعتنا تمام ما شاء الله، لا قوه الا بالله، مظبوطه جدا تمام. بصوا سهله التشكيل. محتاجين ايه بقى؟ عجينتنا لازم تتخمر لان فيها خميره تمام، ومحتاجه ان هي بقى ايه تعلى وتنفش، لا بتتنقش ولا اي حاجه. فمحتاجه ان انا احطها في مكان دافي علشان تعلى تمام، والتخمير والخميره اللي فيها تشتغل كده وتدينا نتيجه حلوه جدا. يبقى هسيب العجينه بتاعتي تخمر، هغطيها احطها في مكان دافي واسيبها ترتفع كده وتاخد حجم مضاعف لحجمها تمام، وتبقى معانا بالشكل ده اهو اهو كده. خمرت خلاص ودخل لها هوا وما شاء الله بقت تحفه. نعمل ايه بقى؟ نشكل بقى خلاص، ناخد كده منها جزء. وازاي بقى القراقيش تطلع معاكي كده تحسيها عامله زي ورق فوق بعضه كده، مورقه كده مش كتله واحده، لا تحسيها كده فيها طبقات من جوه العجينه نفسها من جوه، او القرقوشه نفسها تحسيها طبقات من جوه. تعالوا نشوف. هاخد جزء كده تمام، نحاول طالما العجينه خمرانه ما نلعبش فيها، يعني الجزء اللي هناخده نظبطه كده ونفرده على طول. فهبتدي افرد ونجيب النشابه. بسم الله بالشكل ده. تمام فردت كده، بعدين هبتدي اطبق القراقيش. اهي التطبيقه دي بقى تمام، هي دي اللي هتديني التوريقه اللي احنا بنشوفها بتعجبنا جدا في القراقيش. ارجع بقى افرد تاني بقى تمام، بعد ما ورقنا كده والدنيا مظبوطة معانا. وناخد اميرة على التليفون. يا اميرة الو. الو ايوه ازيك يا اميرة؟ ازيك يا شفاط عاملة ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، اخبارك؟ صباح الخير. صباح السعادة. عامله ايه يا روح؟ عايزه اعرف البيتي فور. البيتي فور حاضر، عينينا الاثنين. حاضر يا روح. بصوا كده السمك قد ايه بقى اللي بفرد بيه القراقيش؟ يعني حوالي كده ايه نص سنتي، مش اكتر من كده، مش عايزينها برضو تبقى عاليه بزياده تمام، لانها لسه هتدخل الفرن معانا تعلى اكتر. هجيب بقى القطاعه بتاعه القراقيش. بسم الله. شاطرين، ميرسي يا رغده. طيب بصوا بقى، هناخد كده نساوي عشان كمان ندي ايه ندي شكل. طبعا كل العجين اللي بيتقصقص ده هيرجع تاني يستخدم كده وكده. ويلا بينا بقى صوابع. خلصنا. تعملي كمية رهيبة في دقايق معدودة. الصاج بتاعك يلا، وهنا الصاج محتاج يدهن دهنة خفيفة بالزيت، ونبتدي نرص فيه القراقيش جنب بعض بس مش لازقين في بعض تمام، ضروري جدا. سيبي مساحة بقى، القراقيش لسه هتخمر. وحاجة كمان مهمة قبل ما نبتدي نسوي، لازم نرجع نخمر تاني. خلاص احنا فرغنا التخمير والهواء اللي دخل العجينة واحنا بنشكلها، فمحتاجين نخمر تاني. دايما التخمير التاني وقته قليل مش زي الاولاني، لان خلاص بتكون الخميرة ابتدت تشتغل بقى، فخلاص بقت جاهزة على طول. يعني هتسيبيه على الصاج كده نص ساعة، الجو بقى حلو، فنص ساعة كافية جدا ان هو يبتدي يقوم معاكي تاني. وكمان احنا حاطين بيكنج باودر في العجينة، فدي هتساعد كمان ان هو لما يدخل الفرن تبقى هشة معانا اكتر في الفرن تمام.
يلا بينا بقى فاصل صغير خالص خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وبعد ما بنشكل القراقيش زي ما شفتوا معانا لازم نسيبها تخمر تاني، يعني تخمر مره تانيه، مره بعد ما عجناها ومره بعد ما شكلناها بالشكل ده، علشان تنفخ معانا وابتدي تفرغ كده وما تبقاش مكتومه وماسكه في بعضها. طيب التسويه ازاي بقى؟ ناس بتشتكي كتير، ده انا عملت القراقيش بس معجنه من جوه مش مستويه، علشان درجه حراره الفرن كانت عاليه، فضروري جدا في القراقيش والحاجات اللي احنا عايزينها قراقيش مقرقشه يعني، فلازم درجه الحراره تكون بتاعتها هاديه، يعني 160 170 بالكتير، تمام، على حسب فرنك، خلاص على الرف الوسطاني، علشان تبتدي تاخد معانا اللون بهداوه كده وتستوي من جوه ومن بره وتطلع معاكي فعلا قراقيش، تمام. فندخلها كده على الرف الوسطاني، ندخل ده كمان اللي بالعجوة عشان نشوف احنا عملناه ازاي. اهم حاجة يكون اتخمر مرة تانية بعد التشكيل، ونغطيه كده ونحطه في مكان دافي مش اقل من نص ساعة علشان نخبزه. وعلى ما دول يطلعوا من الفرن تعالوا نشوف بقى شكلنا المنين اللي بالعجوة ازاي. اولا العجوة لازم نتعامل معاها بحرص، لانها من الحاجات اللي لو ما ظبطتش جوه الحشوة بتخلي القراقيش او المنين طعمها مش حلو، تمام، بتنشف كده واحيانا كمان بتمرر. عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين العجوة تكون طرية، خاصة ان هي هتطول شوية في الفرن، تمام. احنا زي ما اتفقنا ان التسوية هنا هتكون على درجة حرارة 170، خاصة اللي هي محشية بالعجوة دي هتكون على 170، اما السادة على 160. طيب بما انها تقعد شوية في الفرن فانا خايف ان العجوة تنشف، عشان ما تنشفش معاكي فبتعجنيها بمعلقة زبدة، نص كيلو عجوة تعجن بمعلقة زبدة، ولو حسيتي ان هي ناشفة معاكي شوية فممكن تحطي لها كمان معلقة من لبن لبنيتا، علشان ايه؟ تظبط معاكي يبقى فيها رطوبة كده ما تنشفش أثناء التسوية. هناخد العجوة بعد ما عجناها، تمام، ونحطها على كيس بلاستيك بتوع التلاجة، هنفتحه علشان نبدأ ان احنا نفردها، وعلشان اعرف افردها احط كيس تاني فوقيها وابتدي بقى افرد العجوة بالشكل ده كده. هتسهل معايا خالص، الكيسين هيسهلوا معايا ان انا افرد بكل سهولة. عايزه اقول لكم ان لبنيتا كمان عندهم جبنه مثلثات طبيعيه 100% غنيه بالبروتين والكالسيوم، وكمان سهله الهضم وبدون اي زيوت نباتيه، فبصراحه حلوه جدا جدا، لو لسه ما جربتوهاش يلا جربوها. انا كده بعمل ايه؟ بفرد العجوه بسمك رقيق على قد ما اقدر علشان احشي بيها واعمل بيها رول المنين، فتطلع معايا الحجم بتاعها جوه المنين حلو جدا. هايل. كده السمك كويس قوي، تعالوا نبص كده ايه الاخبار. نشيل بقى الكيس، ودي ميزه الكيس ان هي بتخليني اعرف اتعامل كده بكل سهوله، وابتدي يعني ايه اظبط كده اربعها سريعا، تمام، وهنا وهنا، واخد الزيادات وابتدي بقى افرد العجينه بتاعتي قد دي كده، فهخلي دي كده على جنب واخد جزء من العجينه. بسم الله، دايما مغطيه العجينه علشان ما تنشفش معاكي. هنفرد ونربع كده العجينة. بسم الله،
تخلي العجينه برضو رقيقه مش تخينه قوي عشان هتتعمل رول، فهتبقى كذا طبقه، مش عايزينها تبقى متختخه زياده عن اللزوم. حلو قوي كده وحلو قوي السمك ده. بمشي ايديا كده علشان لو في حتت عاليه عن حته ابقى مظبطاها وكلها بنفس الارتفاع. هاخد كده العجوه واحطها، تمام بسم الله بالشكل ده، والزيادات نشيل كده. وابتدي بقى اعمل ايه؟ اعمل رول، بس بعد ما ابتدي اسكنهم على بعض كويس قوي هضغط كده عشان يبقوا الاتنين ايه، حته واحده، جزء واحد. ويلا بينا بقى نعمل رول. طبعا يا رغده، في ناس بتحب جدا تحط القرفه او الهيل اللي هو الحبهان باودر كده، بيحبوا يحطوه جوه العجوه تمام وهم بيعجنوها، فما فيش مشكله، كل واحد يحط اللي هو عايزه. احنا عاملين الاساس تمام اللي هو ايه التقليدي. في حبايبنا في الدول العربيه بيحبوا جدا يحطوا حبهان وقرفه فيحطوا، ما فيش مشكله خالص. انا كده بعمل ايه؟ بعمل لها عمليه مط شويه، بطولها شويه كده، وبكده يكون عندي بقى ايه، رول محترم ماسك نفسه كده والدنيا تمام جدا. بالسكينه بتاعتنا ونبتدي نقطع. بصوا يعني يعني الحجم ده حلو، اللي هو حوالي 2 سم كده العرض ده. نشوف مع بعض، بصوا زي ما انتم شايفين كده تحفه. العجين قليل تمام، مش مكترين عجين علشان تبقى مستويه من جوه ما تلاقيهاش معجنه تمام. اهو اشتغلي زي ما عملنا بالظبط كده وهيطلع معاكي بجد يعني ما شاء الله، اللهم بارك، احلى من احلى فرن يعني. كده خلاص خلصنا، قلنا التسويه على درجه حراره 160 للساده، 170 للي بعجوه تمام، ويبقى الحراره كده مظبوطه ومشغلين فرن من قبلها مش اقل من ربع ساعه نص ساعه، بحيث ان الحاجه تدخل على فرن حامي. الايه الصاج بتاعنا لازم يدهن دهنه بسيطه كده بالزيت. ونوزع معلقه الزيت كويس. احنا كده خلاص خلصنا. هنرص بقى المنين الخطير الخطير، بصوا اهو على الهوا معاكم تمام، شايفين الشكل والتداخل كده الحلزوني، شكلها حلو جدا. اقدر ارصها كده جنب بعض او ان انا نيمهم كده، يعني اللي انت حباه، ده او ده هيستوي وهيطلع خطير تمام. كده خلاص خلصنا وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. نطلع بقى فاصل صغير خالص، نرجع من بعديه على طول نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل بسكوت، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، ودلوقتي معانا بقى البسكوت، بسكوت العيد بالفانيليا او بالشوكولاته زي ما انتم حابين. واقول لكم كمان لو عايزين تعملوا بالبرتقال، لو عايزين تعملوا بالمكنه، عايزين تعملوا بالكيس، يعني هقول لكم كل حاجه دلوقتي. فتعالوا بينا بس نشوف المقادير معانا النهارده وبعد كده نحكي في كل ده. مقاديرنا النهارده البسكوت العيد عندنا النهارده كيلو دقيق، كيلو دقيق تمام، دي مخصص للكحك والبسكوت. هنحتاج له نص كوبايه نشا، كوبايتين ونص سمنه ساقعه وجامده تمام، كوبايتين سكر باودر، اربع بيضات، ربع كوبايه من الحليب، معلقه صغيره فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، وذره ملح. بس عايزين نعدل في المقادير، نكتب كيلو دقيق هنشيل منه كوبايه معياريه تمام، يبقى كيلو دقيق الا كوب دقيق تمام.
يبقى المقدار معانا كوباية دقيق إلا كوباية دقيق، وهقول لكم ده عشان هنعمله بالكيس. طب لو أنا هعمله بالمكنة وعايزة أعمل نفس المقدار ده بالمكنة، فما بشيلش كوباية الدقيق، بستخدم الدقيق زي ما هو، الكيلو زي ما هو. يبقى الفرق ما بين الكيس والمكنة إن الكيس بنشيل كوباية دي عشان تبقى العجينة سهلة إن هي تنزل معانا من الكيس، ولو هعمل بالمكنة لازم العجينة تكون إلى حد ما ماسكة نفسها عشان أعرف أنزلها من المكنة، فما بشيلش الدقيق. وضحت؟ إن شاء الله تكون وضحت. تعالوا بينا بقى بداية كده، أنا عشان هعمله في الكيس النهاردة فأنا هشيل كوباية من الدقيق، تمام، وهيكون هو ده المقدار المظبوط علشان أشتغل وأعمل الكحك بكيس الحلواني. خلاص مش عايزين دي. نيجي بقى للسمنه بتاعتنا. السمنه بتاعتنا سمنه ساقعه، يعني كانت في الثلاجه علشان تبقى ماسكه نفسها. طب ايه الفايده؟ علشان لما احطها واضربها مع السكر تبتدي تعمل معايا فوم، فناخد نتيجه هشه جدا للبسكوته. هنزل السمنه بالشكل ده. وبعدين مع السمنة حط السكر البودر المنخول، نضربهم بقى كويس قوي قوي. بسم الله. عندي مشكلة في عايزه اوريكم بقى حاجه مهمه جدا. خليط السمنه مع السكر عمل لي قوام كريمي وهش زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا اتحول السمنه والسكر لبصوا كريمه باينه معانا خالص اهي، تمام، فين اهو، تحفه. خلاص كده القوام بقى عندي حلو جدا. بنضرب مده حوالي 3-4 دقايق لغايه ما نلاقي كده السمنه مع السكر ابتدت تعمل فوم، تعلى كده وتعمل لي زي كريمه. طيب في حاجه هنا في المقادير بس عايزه الفت نظركم ليها عشان ما كانتش مكتوبه على الهوا، في معلقه كمان من البيكنج صودا. يعني انا عندي كيلو الدقيق اللي احنا هنعمله النهارده اللي ناقص كوبايه ده، محتاج معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، تمام. او لو انا عايزه اعمله بالنشادر احتاج معلقه كبيره بتاعت الاكل دي ممسوحه من النشادر، واحتاج كمان معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، تمام. بس انا النهارده مش عاملاه بالنشادر، النهارده عاملاه بالبيكنج باودر، فهساعد مع البيكنج باودر بالبيكنج صودا، تمام، وده بديل النشادر للناس اللي هي ما عندهاش نشادر او ما بتحبش ريحتها، تمام. ففي معلقه صغيره هنا بيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج صودا. هبتدي بقى وانا شغاله كده وبضرب السمنه والسكر كويس جدا جدا، انزل بالبيض اللي هم 4 بيضات تدريجيا واحده واحده لغايه ما واحده تختفي انزل اللي بعدها. نزلنا البيض يبقى لازم ننزل الفانيليا على طول. ذرة الملح مهمة جدا تتحط، والملح يكون ناعم.
حاجة هنحط اللبن ده حوالي كده ايه ربع كوباية من اللبن. حالا كده خلاص خلطنا كل المكونات السائله، فاضل معايا النشادر سوري البيكنج باودر والبيكنج صودا والنشا. عندنا نص كوبايه من النشا عشان تقرمش معانا البسكوته، وعايزه ابص هنا ويا دوب نطلع بقى القراقيش اللي احنا حطيناها. تمام ما شاء الله ما شاء الله تحفه. وادخل البسكوت على نفس درجة الحرارة اللي هي ايه اللي هي 170 على الرف الوسطاني. تمام احنا مجهزين ده، هدخله و هقول لكم هنعمل ايه. انا لحظة بس يا ياسمين معلش. طيب عشان ايه نرجع نشكل على طول البسكوت ونكون خلصنا هنا خلاص. ما احنا هنشكل السيجمنت الجاي بس نحط الدقيق. بصوا كده ده شكل القوام بتاع العجين او الخليط اللي احنا عملناه في العجان. هحط عليه بقى النشا نص كوبايه نشا منخوله، كيلو الدقيق اللي ناقص كوبايه تمام معياريه، البيكنج باودر والبيكنج صودا معلقه صغيره من كل حاجه، وبس كده حطينا كل المقادير. هبتدي ان انا اخلطها مع بعض كويس جدا جدا، وباطراف ايديا هلمها. انا بس هقلب بالمعلقه الاول وبعد كده باطراف ايديا الم العجينه، وهتكون معانا عجينه لذيذه جدا سهله التشكيل للبسكوت. ايه رايكم نطلع فاصل صغير خالص نرجع على طول نشكل مع بعض البسكوت؟ اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. تاني وخلاص بعد ما عجننا البسكوت مع بعض وما تطوليش في العجن. تمام يعني يا دوبك كده المكونات تتداخل مع بعض خلاص كده احنا تمام جدا. هنحط في الكيس زي ما قلنا احنا النهارده المقادير بالكيس الحلواني، ونبتدي نشكل بقى مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكل البسكوته يرجع ليكي انت، عايزه انهي شكل بتختاريه طبعا على حسب البلبله اللي انت مركباها. سهل جدا بينزل على طول، بنسيب مساحات ما بين كل بسكوته والتانيه علشان زي ما انتم عارفين البسكوت هينفش معانا شويه، ده اساسي يعني. زي الفل مقادير ما شاء الله ما شاء الله متجربه والناس كلها جربتها السنه دي، وبجد يعني البسكوت عامل قلق السنه دي ما شاء الله. طيب شكلنا وخلصنا خلاص البسكوت. البسكوت بيتخبز على طول ما بيستناش، ومن الحاجات المهمه جدا وانت شغاله في البسكوت ضروري ما تشتغليش في مكان يكون حر، يعني ما تبقيش قاعده جنب الفرن كده وبتشتغلي في البسكوت لانه هيخلي الدقيق يطرد السمنه اللي فيه. تمام فبنشتغل في مكان كده يكون بارد شويه او هاوي شويه. بنخبز على طول مجرد ان احنا نشكل ندخل الفرن على طول على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني لغاية ما يتحمر معانا فوق وتحت. طيب فرني شغال فوق بس وتحت بس، يعني ما ينفعش شغل اتنين مع بعض. في الأول بشغل اللي تحت على 170 لغاية ما خلاص البسكوتة تاخد لون ذهبي من تحت. طبعا كل ده البسكوتة على الشبكة على الرف الوسطاني. بعد ما تاخد لون ذهبي من تحت بطفي تحت واشغل الشواية من فوق بس على درجة حرارة هادية علشان ياخد اللون من فوق ويطلع معاكو 10 على 10. ده شكل البسكوت بعد التشكيل تحفة. تمام ونبص على اللي في الفرن كده ايه الأخبار. اللي في الفرن لسه عليه شوية علشان يتحمر. تمام
بيقعد قد ايه في الفرن؟ بيقعد حوالي كده ايه 15 دقيقه، ممكن اكتر شويه على حسب فرنك. دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا فيها البسكوت والمنين. عايزه ابص على المنين معلش عشان ما ننساهوش برده. يلا بينا. زي الفل، خلصنا خلاص، قلنا اسرار كتير عن القراقيش والبسكوت. كل سنه وانتم طيبين، عيدكم مبارك ان شاء الله، صوما مقبولا وافطارا شهيا. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم على بيج العزومه. كنت معاكم فاطمه ابو حيدي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.